هي تعزية في الحزن، رجاء في اليأس، قوة في الضعف، هي ينبوع الرأفة والشفقة والغفران. هي أول مدرسة ومدرسة، تمنح العطاء دون مقابل، التضحية دون ألم، تعطي دون حساب، ويكفيها فقط أن تشعر بنجاحك. اليوم يحتفل العالم بعيد الأم تمجيداً لجهود كل أم حملت وأنجبت وسهرت الليالي للقيام بدورها مع أسرتها تجاه أولادها من الصغر إلى نهاية العمر. ويعد الاحتفال بعيد الأم من الاحتفالات التي ظهرت في القرن العشرين، إذ تقوم الدول بتكريم الأمهات تقديراً لدورهن في تربية الأبناء وتأثيرهن على مجتمعاتهم، ويختلف تاريخه من دولة لأخرى، حيث يأتي الاحتفال بهذا اليوم في العالم العربي يوم 21 من شهر آذار مارس من كل عام، بينما يختلف في الدول الأوروبية أو حتى الأفريقية.